السلام عليكم خاوتي، وان شاء الله تكونوا بخير. بون الفيديو تاع اليوم حخيرتكم مكملين غذائيين الناس كامل تحكي عليهم، الناس كامل تحكي عليهم، وكاين بزاف 90 ماشي 90% مي با 90% 70 80% من الناس ما على بالهمش سي كوا لا ديفيرونس اونتر سي دو كومبليمون اليمونتير. بون المكمل الغذائي الاول اللي هو لاواي بروتين، بروتين الحليب. المكمل الغذائي الثاني اللي هو البي سي ا ا. دونك كاين بزاف ناس ما يفرقوش بيناتهم. دونك خاوتي، ما هو الفرق بين لاواي بروتين والبي سي ا ا، وايهما افضل لبناء العضلات؟ بون خاوتي، قبل ما تعرفوا لازم تعرفوا الاجابه الفرق بيناتهم. الحاجه الاولى لازم تعرفوها، لازم تعرفوا ما هو لاواي بروتين وما هي البي سي ا ا. بون نبدا خاوتي بلاواي بروتين. لاواي بروتين شنو هو؟ لاواي بروتين هو عباره عن بروتين حليب. كما تعرفوا الحليب نهار يكونوا بالي نمد لكم طريقه افيفيك باش نخدموه، نهار يكونوا رايحين نخدموا كما يخدجوا يخدموا الزبده، راح تتكون لكم هذيك شغل حاجه سميكه يابسه، شغل حجره هكذا تاع الزبده، ومامتو كاين مال معاها، الماء معاها، هذاك الماء منهم يخرجوا بروتين تاع الحليب، لاواي بروتين، يخرجوا من هذاك الماء يعاودوا يبخروه، ينحوا له اللاكتوز، ينحوا له الدهون، هذو الصوالح ينحوا كامل، يخرج لهم البروتين الحليب، هذا البروتين الحليب يجي شغل بودره كما اللحظه. بون هذه هي بروتين. دوك نحكي لكم على لاواي بروتين، قلت لكم هو عباره عن بروتين. لاواي بروتين يحتوي على جميع الاحماض الامينيه الاساسيه والغير الاساسيه. دوك هذه الكلمه احماض امينيه شوفوا عليها مليح باش من بعد باش تفهموا بي سي ا. قلت لكم لاواي بروتين هذو ما يحتوي على جميع الاحماض الامينيه، حوالي نورمالمون كاين 18 ل 20 حمض اميني اساسي وغير اساسي. اساسيه كاين 8 احماض اساسيه، غير اساسيه كاين 12 حمض اميني. دونك لاواي بروتين يحتوي على 20 حمض اميني. بي سي ا ا برونشد شان امينو اسيد، سلسله الاحماض الامينيه. هذه بي سي ا ا تحتوي على ثلاث احماض امينيه فقط اللي هي لوسين ايزولوسين والفالين. دونك لاواي بروتين عنده 20 حمض اميني، بي سي ا ا عندها ثلاث احماض امينيه فقط. دونك كي تجي نقول لكم هكذا برك تعرفوا بلي لاواي هو خير من بي سي ا ا. علاش لاواي فيها 20 حمض اميني كامل احماض امينيه اساسيه وغير اساسيه، بي سي ا ا فيها ثلاث احماض امينيه فقط. دونك علاش داروا بي سي ا ا؟ بون بي سي ا ا الوظيفه تاعها هي تمنع الهدم العضلي اثناء القيام بمجهود بدني عالي. واش معناتها؟ معناتها واحد كيكون يونطريني يدخل زعما نمدكم اكزوم تاع واحد يجري، ولا واحد نمدكم اكزوم تاع واحد يجري، ماشي كل دقيقه نمدكم لي زيكزوم تاع لاعبين كامل الاجسام. واحد كيكون يجري مسافه طويله ولا يجري رابيدمو، الحاجه الاولى الجسم منين يجيب الطاقه تاعو؟ يجيب من الجلوكوز، السكر المتواجد على مستوى الجسم. كي يخلص من فوت تاع الجلوكوز واش يدير الجسم؟ يروح يطاكي الدهون. مي كان حاجه خوتي كي تكونوا ديروا جهد بدني عالي، الدهون باش الجسم يكسره ياخذ بزاف الوقت، والجسم هذا به حاجه مصدر سريع للطاقه هكذا باش يزود الجسم بالطاقه، ماشي يبغى يروح يكسر الدهون بعد تبقى انت تجري بلا طاقه كابوب تموت هكذا. دوك واش يدير الجسم؟ هذه الحاله يروح يكسر بروتين متواجد على مستوى العضله. علاش بروتين متواجد على مستوى العضله يرجعوا على شكل سكر، وثاني رابيدمو التفكيك تاعو رابيد بارابول الدهون. دونك البي سي ا ا هذه المهمه تاعو، يمنع الجسم من استعمال البروتين المتواجد على مستوى العضله. دونك واحد كيكونسوم البي سي ا ا كيكون زعما مثلكم اكزوم تاع واحد يكون فوتين كيخلص جلوكوز على مستوى الجسم، الجسم واش يدير؟ البي سي ا تمنع الجسم باش يروح يكسر العضله بروتين تاع العضله. واش راح يدير؟ راح يستعمل هذيك البي سي ا اللي تناولتها. دونك راك اكتيفيتي للهدم العضلي، هذه هي البي سي ا. دونك البي سي ا خوتي البروتين فيه جميع الاحماض الامينيه. بروتين تقدر تستخدمه قبل التمارين، تقدر تستعمله وراء التمارين. بون البروتين كما قلت لكم فيه بزاف احماض امينيه، وكذلك يطول باش يفكوا الجسم. باغ اكزومبل لاواي هذا شغل رابيد امتصاص تاعو سريعه، يريح واحد 40 مينيت 45 مينيت باش يتفكك على شكل احماض امينيه. مي بي سي ا ا كي تكونسوميه ماحش يتفكك، سي بون راه مفكك رابيدمون يدخل مجرى الدم. دونك خاوتي الفرق بين البي سي ا ا وبين البروتين، ايهما افضل لبناء العضلات؟ هذه هي الصح، ايهما افضل لبناء العضلات؟ لبناء العضلات خاوتي ماشي البي سي ا ا، بناء العضلات بروتين هو اللي المفيد لبناء العضلات، اخشي يحتوي على جميع الاحماض الامينيه. بالنسبه للهدم العضلي بي سي ا اخر. دونك واحد اثناء لونترينمون جو بريفير يكونسومي البي سي ا ما يكونسوميش بروتين، علاش؟ بي سي ا رابيد الانسولين امتصاص تاعو سريعه بزاف. دونك
انا بي سي ا خاوتي تستعملوه اثناء التمرين فقط. كاين بزاف عباد يقول لك نو بي سي ا اخر من بروتين، بي سي ا يمنع الهضم العضلي، دونك نكونسومي بي سي ا اخر من بروتين. هذه امبوسيبل تقدر تكونسومي، تقدر تابليكيها في الواقع. علاش ما تقدرش تابليكيها؟ تو سامبلومون الجسم تاعنا يحتاج 2 غرام لكل 1 كيلوغرام من جسم الانسان. دوك واحد زعما يوزن 70 كيلوغرام، شحال راح يحتاج الجسم تاعو؟ 140 غرام تاع بروتين في اليوم. امبوسيبل كونسومي 140 غرام تاع بي سي ا في اليوم، امبوسيبل. هي كمية منصوح بها هي 15 غرام ماكسيموم. هذه هي دوك خاوتي بأيهما نقول لكم بي سي لاواي بروتين أو بي سي ا أيهما أفضل لبناء العضلات؟ هو لاواي بروتين، هذه هي الإجابة. لاواي بروتين هو أفضل بروتينات أون جينيرال، مش نحكي لكم على لاواي بروتين، غلط. بروتينات أون جينيرال كيلكو سوا تاع البيض تاع اسكالوب ولا، هما أحسن لبناء العضلات. بالنسبه للبي سي ا هو مليح للهضم العضلي فقط. ما تكون واحد طونطينو بي سي ا اقل من لاواي بروتين، دونك تكونسومي بي سي ا خير اثناء التمارين، جوست مور التمرين ولا في الصباح الباكر لاواي بروتين خير، بروتين او خير. وخاوتي ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الاجابه القصيره. الله يخليك اوي لازم الله يسلمك. صحيت خويا، عطاك صحه صحه فطورك. صحيت خو، صحيت خويا، صحيت. بون قلت لكم خوتي نوصلوا الاجابه على السؤال تاعنا اللي هي افضل كما نقول لك افضل شيء لبناء العضلي هو البروتين. بروتين اون جينيرال كيلكو سوا تاع البيض لا تاع اسكالوب ولا لاواي بروتين. بالنسبه للهضم العضلي افضل مكمل غذائي لمنع الهضم العضلي اثناء القيام بمجهود عضلي هو بي سي ا ا. واش معناتها خوتي؟ واش تفهموا منها البي سي ا ا؟ في ايام راحه تقدروا ما تستعملوهاش. دوك واحد اليوم يونطريني يقدر يكونسومي بي سي ا قبل الانترينمون وبعد الانترينمون، مي غدوه من داك كيما يونترينيش ما يكونسوميش بي سي ا، يكونسومي غير بروتين. علاش؟ بي سي ا يمنع الهضم العضلي فقط، هذا ما كان اثناء القيام بمجهود عضلي. غدوه من داك ماكش حد مجهود عضلي، دونك بي سي ا ديك سي با بان تكونسومي، كونسومي البروتين. بروتين في جميع الاحماض الامينيه منها البي سي ا. علاش؟ بي سي ا جسم من البروتين، بروتين فيه 20 احماض امينيه، بي سي ا فيه 3 برك، هذو 3 اللي ينتموا ل 20. بي سي ا فيها كما قلت لكم فيها لوسين فالين وايزولوسين، هذو 3 اكزيستو ديجا في البروتين. وخاوتي ان شاء الله تكون فهمتوا الاجابه هذيا. واللي عنده اي استفسار ولا اي ملاحظه يبعث لي كلكو سوا في الخاص انستغرام ولا يوتيوب، في الخاص انستغرام ولا في فيسبوك، ولا يدير لي تعليق في قناتي على اليوتيوب وان شاء الله نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن. ما تنسوش خوتي، من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء. وما تنسوش هذيك نصيحة فقط، تناولوا أكل صحي، مارسوا رياضة، واشربوا الكثير من الماء، صوتوا الماء، شربوا بزاف بزاف خوتي. تهلاو في روحكم، بقاو على خير.